هذا يقول واحد من الأصدقاء إنه عندنا مناسبة بالليل، يقول المهم نبي نمشي حنا المكة أنا ويا ولد خالتي، نبي نروح ناخذ عمره. يقول خلص العشاء، قلنا لأمي ما قالت لا خلوا روحتكم الفجر يا وليدي، قلنا إن شاء الله نمنع. يقول لهم صار الفجر وما تعطينا كرتون في بقايا الأكل، قالت على طريق شوفوا لكم أرض نظيفة وحطوه. يقول حنا نسيناه لما الحوية بالطائف، يقول يوم وصلنا الحوية طلعت ريحته. يقول يوم المهم يقول يوم وصلنا الحوية قال ولد خالتي ريحة الأكل طالعة معنا ناسينه. قلت له خلنا نشوف لنا أرض فاضية. يقول عبينا بنزين وشفنا كل أرض نظيفة. يقول قال لا 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 مو بنا، هذه حرام نكبوا بها نظيفة. مرة خلت قدم شوي. يقول المهم مناصرة كالشعيب يوم وقفنا ونزلنا ولاك الكلبة مدعوسة وعنده عياله متجمعين ونكبوا عنده جايبينهم من الرياض. شوف الله سايقهم من الرياض هالطعام علشان يكبونه للكلبة هي وعياله، لأن مدعوس محرولة ما تقوى تمشي. فلذلك لا تخاف على رزقك يا بني آدم. الله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لا تخاف على رزقك أبد يا بني آدم، اسع والله العظيم إن اللي يدخر لك الله أفضل مما تتصور، لكن خليك صادق مع نفسك ومع الله بالسعي.